نحن الآن في مسرح بالمسيك في حقيقة لاحتضان هذه التظاهرة، تظاهرة مسرح الاحترافي مسرح بالمسيك، وهي الدورة 11. هذه الدورة هي تحمل اسم الكاتب المسرحي الكبير محمد قاوتي، وسيكرم مجموعة من الفعاليات بطبيعة الحال. طبعا الحال سي محمد سولي الفنان الكبير ديالنا، ايضا سي كمال الكاظمي، وايضا طه طويل كاعلامي كبير جدا. وبالتالي هذه التظاهره هي جاءت ايضا لتعزز في حقيقه هذا المشهد الثقافي في افتتاح ايضا هذا المسرح الذي اهميته في الانتاجات والابداعات التي ستكون ان شاء الله داخل هذه الخشبه، والتي سنحاول من خلال برمجتي مجموعه من العروض ومجموعه من المهرجانات والتظاهرات واللقاءات مع الفنانين والمبدعين في ان نستثمرها لكي تقدم يعني مشهدا ابداعيا حقيقيا وثقافيا وفنيا، وان تخلق حركه مسرحيه وروجا ثقافيا مهما، سواء داخل منطقه بنمسيك وايضا داخل جهه ولايه الدار البيضاء الكبرى. بالتالي نحن هنا لكي نسهر على تقديم ما هو اهم، الا وهو الفعل الثقافي، ويستمر المسرح ويستمر الحركه الثقافيه، ويستمر ايضا الانخراط في التنميه الحقيقيه، وهي تنميه الفكر والعقل والانسان. فيما يخص ايضا البرمجة، ستكون طيلة أسبوع مجموعة من العروض المسرحية، ستكون هناك تكريمات كما قلت، ستكون هناك أيضا ندوات، وستكون أيضا إن شاء الله الحفل الاختتامي الذي يكون فيه بعض الجوائز التي ستوزع على مجموع الفائزين إن شاء الله والمستحقين بهذا التظاهر. ايضا فيما يخص جديدي الفني، هناك مجموعه من الاعمال سترى النور، هناك فيلم جرادة ملحة الذي الان دخل في اطار التوزيع ونشر بعد ما داز واحد مجموعه من المهرجانات الدوليه الكبيره وحاز على مجموعه من الجوائز، وايضا كان توزيعه بالمملكه العربيه السعوديه، الان سيوزع بالمغرب ابتداء من نهاية شهر غشت، وسيستمر إن شاء الله في عدد من صالات العرض بالمغرب. أيضا الآن أنا في بصدد تصوير عمل سينمائي جديد سميته الوترة، هو فيلم سينمائي في مرحلتين، مرحلة 97 ومرحلة 2022. أنا الآن متوقف بسبب مجموعة من الأشياء التي سأقوم بتهيئها إن شاء الله سنة 2022، اللي هي ديكورات، مجموعة من الكاستينج أيضا، وتغيير بعض من المحطات التي كنقوم بها بتصوير هذا الفيلم، اللي هو من بطولة مجموعة من الفنانين والفنانات. هناك بطبيعة الحال حميد صرغيني، هناك أيضا صحة صديقي، هناك أيضا طريق بخاري وإلهام قاراوي، واحد مجموعة حقيقة كبيرة من الممثلين والممثلات. على مستوى التلفزيون أيضا ستكون هناك سلسلة اللي غتكون مغاربة في الفضاء، اللي إن شاء الله أنا الآن منكب على المونتاج ديالها، وإن شاء الله قريبا ستكون على القناة الثانية. وفي رمضان أنا أهيئ عمل تلفزيوني سأعلن عليه قريبا جدا، وهو عمل درامي تلفزيوني من 30 حلقة. بطبيعة الحال جرادة ملحة هو الفيلم السينمائي الطويل اللي قمت بتصويره ما بين إفران بن صميم كناس أزرو، وصورته قبل كورونا، واش اشتغلت عليه خصوصا في البوست برود ما بعد الانتاج، اللي هو في مجموعه من البلدان ما بين ايطاليا فرنسا والمغرب، رغم كانت ظروف قاسيه جدا اثناء فتره كورونا، وانتم تعرفون ما خلفته من اضرار هذه الفتره، ولا زلنا نعاني من ذلك.
لكن الحمد لله استطعنا بواحد مجموعه من الوسائل التقنيه ودي بلاتفورم اننا نحققوا هذه العمليه باش نديروا عمليه المونتاج. وكانت في الحقيقه تجربه كبيره جدا، تجربه مهمه، لانها لم تكن تجربه سهله، هي تجربه تقتضي مجموعه من الافكار على مستوى الكتابه اللي كانت بطبيعه الحال بمعيه عدنان محجة، او على مستوى الانتاج بمعيه ادم مجدول، او بمعيه مجموعه من الممثلين والممثلات اللي قمت بادارتهم لمده شهور والاشتغال معهم حتى ضمن النجاح ديال هذا العمل، لانه عمل سينمائي فيه واحد المجموعه من الافكار، واحد المجموعه من الحيثيات التقنيه والاليات اللي حاولت من خلاله انني نقدمه. والحمد لله لقى واحد الاستقبال حار من مجموعه من المهرجانات الدوليه، سواء في امريكا او في جنوب افريقيا او في مجموعه من الدول العربيه او في هولندا او في اسبانيا، فرنسا الى غير ذلك، وكندا ايضا الى غير ذلك. وبالتالي اتمنى ان شاء الله ان يلقى نفس النجاح بعد توزيعه في المغرب.